يعني محل قناطة نيتاليتي. قرأ شو قرأ شو أنا متأكد لأن أنا قرأت. قرأ سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال إمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته باب الاستثناء، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما، وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلم، وإن تكرر لا لتوكيد توكيد فمع تفريغ مع فمع تفريغ التأثير بالعامل دع بالكامل العامل صحيح العامل دع في واحد مما بإلا استثني، وليس عن النصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزمي، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، فلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. واستثني مجرورا بغير معربة بما لمستثنى بإلا نسبا، ولسوى سواء جعل على الأصح ما لغير جعل. لا لغير. عندي شيخ. ما يصح. ما يظهر. ما لغير. مش يظهر. اقرأ على الأصح ما لغير. ولسوى سواء جعل على الأصح ما لغير جعل. واستثنى ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا، وجر بسابق يكون إن تريد وبعد وجر بسابق يكون إن تريد وبعد ما انصب وانجرار قد يرد، وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، وكخلا حاشا ولا تصحبما، وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الناظم الإمام ابن مالك رحمه الله: الاستثناء هو مأخوذ من السن، وثنى الشيء بمعنى عطفه، ورد أصله عليه، وقال ثنى الثوب أي عطفه بعضه على بعض، ففيه معنى العطف والرجوع، وفيه معنى الرد. وأما في اصطلاح النحاة فالاستثناء هو الإخراج من الحكم السابق بإلا أو أحد أخواتها،
وإخراج من الحكم السابق بإلا أو أحد أخواتها. كانت تقول جاء الطلبة إلا محمدا، فالطلبة فالحكم إثبات مجيء الطلبة، فقولك إلا محمدا استثنيت محمد فأخرجته من ماذا؟ من الحكم، أخرجته من ماذا؟ إلى الحكم. واضح؟ نعم. وهذا معنى الاستثناء، وحكمه النصب، وحكمه ماذا؟ النصب، لأن الأصل فيه إذا قلت جاء الطلبة إلا محمدا تقديره جاء الطلبة أستثني محمدا، جاء الطلبة أستثني محمدا. هذا هو المقصود. نعم. قال ما استثنت إلا محتمال ينتصب، وبعد نفي أو كنفي ادخر إتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال الوقت. هذا في بيان ذكر حكم الاستثناء بإذن. إذا فقلنا المعنى هو ما أشرنا إليه، المعنى هو ما أشرنا إليه. وحكم الاستثناء له أحوال، بدأ بالإشارة إلى أولها، فقال رحمه الله تعالى ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. إذن فننظر في الاستثناء إلى الجملة، هل هي تامة موجبة أو تامة سالبة أو سالبة أو سالبة، فعند ذلك لا تكون تامة إنما تكون ناقصة. ما استثنت إلا، وقوله ما استثنت إلا يدل على أن إلا هي الناصب، يدل على ماذا؟ على أن إلا هي ماذا؟ الناصب على اختياره. قال ما استثنت إلا، وقيل المستثني أو الناصب للاستثناء المستثنى هو ما قبل إلا لكن بواسطة إلا. وقيل هي إلا التي بمعنى أستثني، وقيل غير ذلك. إذا كان في جملة الاستثناء الكلام تاما، الكلام ماذا؟ تاما موجبا، بغض النظر عن أن يكون متصلا أو منقطعا. المتصل ما معناه؟ المستثنى من جنس المستثنى منه. المنقطع المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فهنا يكون ماذا؟ المستثنى منتصبا، لأن الكلام ماذا؟ تام وموجب. تقول جاء القوم إلا زيدا، وأيضا جاء القوم إلا حمارا، إلا دابة، فكذلك لأن الكلام تام وموجب. هذا ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، الإيجاب والتمام بغض النظر أن يكون متصل وكل. وبعد نفي أو كنفي انتخب. أما إذا كان الكلام منفيا ليس موجبا، سالبا منفيا، أو ما هو شبيه بالنفي، النهي، الاستفهام ونحو، انتخب. ما معنى انتخب؟ اختيرة، اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال الواقع.
كان الكلام منفيا فإن كان الاستثناء متصلا فإنك تتبع السابق. هذا إذا كان منفيا، مثل ما جاء القوم، ما جاء القوم إلا زيد، أو ما جاء القوم، ما جاء القوم إلا زيد، هنا متصل. وإذا كان منقطعا ما جاء القوم إلا، يقولون حمارة، واضح. وفي الأصل حقيقة مثل هذا يعني تمثيل، هو محل نظر. منقطع هنا لا بد أن يكون له علاقة بالقوم، القوم. أنا الأمثلة الأولى لما قلنا ما جاء، جاء القوم إلا زيدا، متصل. المنقطع نقول ما جاء القوم إلا متاعه، وهنا نقول ما جاء القوم إلا زيد، متصل. ما جاء القوم إلا متاعه، منقطع. وعند تميم فيه إبدال وقع، بنو تميم يجيزون الإبدال في المنقطع، ما جاء القوم إلا متاعه، ولهذا ينقلون في هذه الصورة الثانية ماذا؟ إذا كانت منفيا تاما منفيا جاز ماذا؟ الإتباع والنصب على الاستثناء، الإتباع والنصب على الاستثناء. ومنهم من يفصل هذا التفصيل، إن كان متصلا فيه الإتباع، المرفوع مع المرفوع، المنصوب مع المنصوب، المجرور مع المجرور. تقول ما جاء القوم إلا زيد، ما رأيت القوم إلا زيدا، ما مررت بالقوم إلا زيد. وأما إن كان منقطعا ففيه النصب، ما جاء القوم إلا متاعهم، ما رأيت القوم إلا متاعهم، ما مررت بالقوم إلا متاعهم. وبنو تميم يرون فيه الإبدال، يعني عما سبق. قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اكثر إن ورد. يعني تقدم المستثنى، المستثنى منه، فإذا تقدم المستثنى وقال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اكثر إن ورد، فقد يتقدم المستثنى المستثنى منه، وعند ذلك إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب. قال في النفي قد يأتي، فأما إذا كان في كلام الموجب فهذا يلد، تقول ما قام إلا زيدا القوم، إن كان موجبا وجب النصب، ما قام إلا زيدا القوم، لأن الأصل أن تكون استغفر الله، يعني في الإثبات، الإثبات. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصب أفضل إن ورد، هذا في النفي. لكن في الإثبات نقول قام القوم إلا زيدا، تقول قام إلا زيدا القوم، واضح؟ هذا في الموجب، في المثبت. في المنفي وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، هذا قد يأتي الكلام المنفي، قد يأتي المستثنى قبل المستثنى منه، قد يتقدم عليه، الأصل لا يأتي لكن قد يأتي. فإذا جاء وورد فالنصب هو المختار، فالاختيار هو النصب، فتقول ما قام القوم إلا زيدا، وما قام القوم على الإتباع تقول إلا زيد، وعلى بني تميم ويصح إلا زيدا، نعم. وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ماذا تقول؟ ما قام إلا زيدا القوم، ما قام إلا زيدا القوم. ومنه قول الشاعر فما لي إلا آل أحمد شيعة، ولا ما لي إلا مذهب الحق مذهب. قال آخر وما لي إلا رب العرش ناصر، وما لي إلا رب العرش ناصر. إذن هذا الحكم الثاني، وهو
في تقدم المستثنى على المستثنى منه. إذا تقدم في الكلام الموجب التام فينصب ما قام إلا زيدا القوم، أما في الكلام المنفي التام فلا يلد، وإن ورد فإنه يختار ماذا؟ يختار النصب، ولكن نصبه اختار إن ورد. ويأتي منه الرفع، ويأتي ماذا؟ الرفع، يأتي الرفع أشار إليه بقوله وغير نصب. ها؟ وغير نصب، ما هو غير النصب؟ الرفع ليس الجر، واضح؟ فمعنى البيت إذا جاء المستثنى متقدما على المستثنى منه في كلام منفي تام فإن هذا المستثنى يكون مرفوعا، والمختار هو النصب، والمختار هو النصب. نعم. قال وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما، هذا يسمى الاستثناء المفرغ، متى يكون؟ في الجملة غير التامة الناقصة، ها؟ الجملة غير التامة الناقصة، وهذه لا تكون إلا منفية. إذا قلت ما قام إلا هنا مفرغة، استثناء مفرغ، لأن الجملة غير تامة، فيكون بحسب العامل السابق. يقول ما قام إلا زيد، وما قام رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، واضح؟ ها؟ العامل ما قبل ما قبل إلا، بحسب العامل ما قبل إلا، يعني الذي جاء بعد إلا لا يوجد ما يشغله إلا ما قبل إلا، فإنه يكون معربا بإعراب ما تقتضيه أو ما يقتضيه العامل قبل إلا، وهو الذي يستثنى يسمى الاستثناء المفرغ، وهو أن يكون الكلام غير تاما غير تام، وهذا لا يكون إلا في كلام يعني منفي. واضح؟ يعني لا يقال مثلا قام إلا زيد، ما قام يكون فيه. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، يعني هنا إذا تكررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا، ولا يكون فائدتها إلا التوكيد. فإذا ما بعد إلا الثانية هو نفس حكم ما بعد إلا الأولى، فتكون في حكم الملغات. وإن تكرر لا لتوكيد فما تفريغني التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نص بسواه مغني. وإن تكرر لا عندكم أو إلا؟ نعم. ها؟ نعم. نعم. طيب هنا وإن تكرر لا لتوكيد، ها؟ هنا لا داخل على التوكيد، المقصود وإن تكرر من إلا، لأنه سبق أن قال وألغي إلا ذات توكيد، يعني إذا كررت إلا للتوكيد فالمراد فالحكم هو إلغاؤها كأنها معدومة، لكن إذا كررت لغير التوكيد، إذا كررت لغير التوكيد وهي التي يقصد بها الاستثناء المقصود به السابق، واضح؟ والاستثناء قد يدفع الاستثناء، ها؟ الاستثناء قد يدفع الاستثناء، الاستثناء من الاستثناء يصح، ها؟ الاستثناء من الاستثناء يصح، وهي مسألة يعني مبحوثة في الأصول، والصحيح أنه واقع، أنه واقع، ها؟ قصة الحجر. أي نعم، قال
إنا منجوك وأهلك. إن الله تتخدرنا إنها النوابين. نعم. ليش ولا؟ في صوت الحج في قصة الشيطان. قصة إبليس قال قال في بأوات نؤينا أجمعين. قال هذا صراط عليه المستقيم إن عبادي ليس لك عليه السلطان إلا من تركنا غويل نعيم. قصة لوط. قصة لوط في الاستثناء. قال من الوزير أولين وإجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط عليه المستقيم إن عبادي ليس لك عليه السلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا من جهنم بينهم أجمعين لا ليس هنا. طيب بعدين نذكر الآية. إلا آل لوط إنا لم نجوم أجمعين إلا امرأته إلا آل لوط إلا امرأته. فهنا تكررت إلا وليس المقصود التوكيد إنما المقصود الاستثناء المقصود ما استثني به الإلا الأولى وإن تكرر لتوكيد فهنا ينظر لا للتوكيد إذا كررت وليس للتوكيد وإنما القصد هو ماذا هو ما قصد به الاستثناء الأول فينظر هل هذا الاستثناء مفرغ أو غير مفرغ الاستثناء هل هو مفرغ أو غير مفرغ فإذا كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي إذا كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي تقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا فإذا كان مفرغا فإن ما يأتي بعد المستثنى الأول يتبع يكون بحسب ما يقتضيه العامل الأول ثم بعد ذلك يكون الاستثناء ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا واضح؟ قال هنا في الآية هذا الآية كذا الآية إنما نجوك وأهلك لا لا قبلها قال فما خطبكم يا مرسل أيوه قال إلا آل لوط قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط هنا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين هنا هذا الكلام تام وموجب إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إلا آل لوط استثناء فيكون منصوب إنا لمنجوم أجمعين إنا منجوم أجمعين إلا امرأته إلا امرأته فهنا أيضا كلام تام وموجب فيكون بعد إلا الثانية أيضا مستثنى فهذا ليس مفرغا هذا ليس مفرغا طيب الحالة الأولى قال فما تفريغ التأثير بالآمن دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني واضح؟ فقال إذا كان المستثنى أو الاستثناء مفرغا فالتأثير بالعامل داع داع التأثير بالمعامل في واحد فقط واضح؟ فالعامل الأول يؤثر في أول مستثنى في أول مستثنى مما بألا استثنى وليس عن نصب سواه مغني أما سواه فلا يستغني عن النصب وإنما يكون منصوبا فإذا قلت ما قام إلا زيد هذا مفرغ ولا لا لأن الكلام غير تام فهمنا ما معناه مفرغ ولا لا كلام الاستثناء المفرغ إذا كان جاء في كلام غير تام إذا قلت لم يأتي كلام تام هذا ليس له سياق وسباق لحق لا يزال ينقص هنا الفاعل إذا قلت لم يأتي إلا زيد إلا هنا مفرغة واضح؟ يعني وجودها كعدمها مهملة
يكون في الموجب فقط ولا يكون في المنفي؟ لا يكون إلا في المنفي. نعم. لا يكون في الموجب. لا تقول جاء إلا زيد. طيب. فإذا كررت إلا وقصد بها الاستثناء. إن كان الكلام الاستثناء مفرغ تأثير بالآمر دافع واحد مما بإلا استثنى، وأما غيره فلا يستغني عن النصب فلا يكون إلا منصوبا. فتقول ما قام إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكرا، إلا كذا، إلا كذا، كل منصوب. الأول فقط الذي يفرغ للآمر الأول. تقول ما رأيت إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا، إلا كذا، ما مرت إلا بزيد، إلا عمرا، إلا بكرا، وهكذا. واضح؟ يعني الأول فقط يكون ما يكون بحسب العامل الأول. أول والباقي كله منصوب. الباقي كله منصوب. نعم. هذا إذا كان مفرغا. وأما إذا كان غير مفرغ فقال فيه ودون تفريغ. ها؟ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم. وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. ها هنا إذا كان غير مفرغ، بمعنى غير مفرغ الكلام موجب، الكلام تام، الكلام تاما. ليش تعطيك الموجب أو مستتر؟ لا، غير المفرغ يكون تاما موجبا او تاما او تاما منفيا. واضح؟ نعم. المفرغ يكون اين المفرغ هو الذي منفي. يكون ناقصا، وكان اذا كان ناقصا فلا يكون الا منفيا. نعم. فاذا كان الاستثناء غير مفرغ اما ان تتقدم المستثنيات عن المستثنى منه او ان تتاخر. فقال ودون تفريغ فعندك حالتين، مع التقدم إذا تقدمت المستثنيات على من؟ على المستثنى، نصب الجميع يحكم به والتزم بذلك، وانصب لتأخير هذا والتزم بذلك. ها؟ تقول قام إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا، إلا هندا، القوم. ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع يحكم به والتزم بذلك. طيب، هذا إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. طيب، إذا تأخر وانصب لتأخيره. إذا تأخر قال وانصب لتأخيره. لكن هنا ننظر هل الكلام موجب أو غير موجب. قال وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. فهنا يفصل بين ما كان وموجبا وما كان منفيا، لأن كل منهما كلام تام. فإن كان موجبا وجب نصب الجميع. تقول قام القوم إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا، إلى آخره. وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء، فيكون مبدلا مما قبله. وانصب لتأخيره وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، كما لو أن ماذا؟ إلا لم تتكرر، كقوله لم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. يعني ينصب، أي أنه ينصب ما بعد الأول فقط وما بعده أيضا. إذا كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء. إذا لم يتكرر الاستثناء ماذا يعامل؟ يعامل معاملة النصب، يكون منصوبا. واضح؟ يكون منصوبا. وقال وهو المختار. ومثل ذلك قال إذا كان منفيا ما قام أحد إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكرا، إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكرا. فزيد هنا مرفوع مبدل عن ماذا؟ متبع للأول، على القول الأول.
الذي فرق بين المتصل والمنقطع اللي أخذناه في أول البيت. نعم. إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع. نعم. وعن بني تميم وتميم فيه إبدال الوقت. نعم. فقال هنا إذا كان منفيا فالأول يتبع. الأول يتبع للسابق والباقي كله يكون منصوبا. قال وانصب بتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ. شوف إذا كان تاما منفيا فالأول يكون بحسب السابق والباقي يكون منصوبا. واضح؟ ويجوز أيضا في الباقي الإبدال. ويجوز أيضا الباقي في الباقي الإبدال. إلا امرؤ، إلا علي، إلا زيد، إلا بكر، وهكذا. هي لغة تميم. نعم. على لغة تميم. على بني على لغة بني تميم. نعم. نعم. قال مثاله ما قام أحد إلا زيد إلا بكرا. فزيد بدل من أحد والباقي كله منصوب. نعم. طيب. كما نبيت ثم قال واستثني مجرورا بغير المعربة. طيب هذا البيت نعيد قراءته في الشرح. نعيد قراءته في الشرح يظل فيه شيء. قال واستثني مجرورا بغير المعربة بما لمستثنى بإلا بإلا نسبا. يعني الاستثناء يكون بإلا وأخواتها. وقد يكون من هذا من أحرف الاستثناء كلمة غير، وهي حقيقتها أنها اسم تستعمل بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا. ومثل ذلك سوا وسوا وسواء. وقد يأتي للاستثناء الفعل كليس ولا يكون. وقد يأتي ما يكون فعلا أو حرفا وهو خلا وعدا وحاشا، وهذا كله سيأتي ذكره. فأما غير ومثله سوى وسوى وسواء فالمستثنى بها حكمه الجر لأنها تضاف إليه. فغير تضاف لما بعدها، تضاف لما بعدها. ويعرب غير إعراب الواقع بعد إلا. واستثني مجرورا بغير معربا حال كون غير معرب. ما هو إعرابه؟ بما لمستثنى بإلا نسبا. يعني أعرب غير إعراب ما بعد المستثنى بإلا. واضح؟ أعرب غير إعراب ما بعد المستثنى بإلا. مفهوم؟ واستثني مجرورا بغير. إذا استثنيت بغير فجر المستثنى معربا. إيش هو المعرب؟ حال لغير، حال كونك معربا غير. تعربها ماذا؟ بما تعرب واقع بعد إلا. واضح؟ قال ولسوا سوا سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا. فأشار إلى لغات سوى. نعم. بقي بعض الغموض في البيت الأول اللي قبل هذا. ها؟ في البيت الأول بقي بعض الغموض. قالوا استثني مجرورا بغير معربة. إيه. المقصود بغير معربة ذكرنا أنه غير تعرب بما بعد إلا. إيه. في نفس الوقت يعني هي غير وما بعد إلا يعرب بغير.
أو يتبع بغير. لا، واستثني مجرورا بغيري، إذا استثنيت بغيري فجره، واضح؟ مجرور بماذا؟ بغير، لأنه يضاف إليه، واضح؟ سيأتي المثال. واستثني مجرورا بغير، إذا استثنيت بغير فجره، وأما غير فأعرفها إعراب ما بعد المستثنى. مثال: جاء القوم، نقول إلا زيدا أو إلا زيد. القوم، جاء القوم، موجب تام، إلا زيدا. طيب نحي إلا وضع غير. جاء القوم غير، لأن يعني قلت إلا زيدا، إذا قلنا غير زيد. إلا غير، ضرب معروف إليه، واضح؟ ضرب منصوبة، منصوبة يعني منصوبة، وهي مضاف زيد مضاف إليه، واضح؟ جاء القوم غير زيد، غير هنا تعرب ماذا؟ إعرابها منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء، وبعدها مجرور، وغير تأتي منصوب على الاستثناء، وتأتي وتأتي معربة على الصفة على الوصف، وهو الأكثر والأعم. طيب، وإذا قلت لم يأتي القوم إلا تقول زيدون، زيدون ولا زيدان؟ ما دام متصل هو رجح زيد، وهناك من يقول زيدا، يجوز النصب والاستثناء والاتباع، صح؟ فإذا قلت نحيت إلا وضعت غير، تقول جاء لم يأتي القوم غير زيد أو غير زيد، خلاص؟ طيب، ذكر لغات سوى، سوى سوى وسواء، قال والأصح أن يجعل لها ما يجعل لغير، فتعرب بذاك الإعراب. واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا، أي مما يصح ومما يستثنى به أيضا ليس ولا يكون وخلا وأيضا عدا. تقول جاء القوم ليس زيدا، وجاء القوم لا يكون زيدا، قام القوم ليس زيدا، خلا زيدا، عدا زيدا، ونحو ذلك. ولكن الاستثناء بيكون لا بد أن يكون مسبوقا بنفي لا يكون. وَاجْرُرْ بِسَابِقَيْ يَكُونُ إِنْ تُرِدْ وَبَعْدَ مَا انْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَجْرُرْ. يعني شيخ ما أدري، يعني في البيت اللي قبل هذه يعني ليس وخلا غيرها يكون بعد دائما منصوبا. نعم، وَاجْرُرْ بِسَابِقَيْ يَكُونُ، أرجع البيت السابق، يكونوا إيش قبله؟ سابقي يكونوا، البيت السابق يكون قبل يكون، ايش عندنا بعد؟ بعد لا. قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبي يكون بعد لا، صح؟ واجرر بسابقي يكون، ارجع الى البيت السابق واستثني ناصبا. عندك يكون ولا ما كانش يكون؟ موجود كيكون، قبله ايش موجود؟ موجود عدا وخلا، عدا وخلا، هؤلاء هؤلاء سابقين يكون، واضح؟ هذان هما سابقي يكون، مفهوم؟ وجرر بسابقي يكون، اي وجرر بالكلمتين اللتين سبقت يكون في البيت السابق لما يتعلق بالموضوع. ماذا سبق؟ سبق خلا وعدا، واضح؟ قال وجرر بسابق يكون إن تلد وبعد منصب وانجرار قد يلد. فإذا كان عدا وخلا لا لم يسبقهما ما فإنك تنصب بهما، واضح؟
إذا لم يسبق بما فإنك تجربهما، واضح؟ ويكونان عند ذلك حرفا جر، حرفا جر، ويصح النصب بهما أيضا. أما إذا دخلت عليهما ما وجب النصب، واضح؟ قام القوم ما خلا زيدا، والجرار قد يرد، ورد في كلام بعضهم الجر ولو دخلت على خلا وعدا ما، فتقول قام القوم ما خلا زيد، لكن الأكثر هو النصب. شيخ مستثنين يقول بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدا، يعني المعنى هنا بيكون يكون بعد قبل هلا ولا بعد؟ كيف معنى بعدلا؟ وبيكون بعدلا يعني يكون جي بعدلا، لا يعني ايه جي بعدلا، نعم، فيكون تكون مسبوقة بلا. وش دور بيت سابق يكون يعني طيب خلاص طيب البيت السابق قلنا أن الاستثناء يأتي بليس وخلا وعدا ولا يكون، والمستثنى يكون منصوبا، واضح؟ ثم فصل في إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فيصح لك أن جر المستثنى، جاء القوم خلا زيدا وعدا زيدا، ويصح أن تقول خلا زيد وعدا زيد على أنهما حرفا جر. يعني من شروط هذه السابقية لازم يكون بعد ما قبلها ما. شروط ايش؟ مجروع بسابق يكون، لا ليس شرطا، بعد ما نقول خلا، خلا المستثنى بعدها مجرور ويجوز نصبه، واما اذا دخلت عليها ما فوجب النصب وقد ياتي مجرورا، واضح؟ سابق يكون هنا ثلاثه مش نعم يا فعلا مجرور بسابقين زوج يعني اثنين هم رم ثلاثة ورم وخلوا بعد ما هو صح قلت لكم السابقين زوج بس ما خلوا عدا إيه؟ انت ارجع الى يكون ونشوف ما سبقه، انظر سبقه عدا وخلا، قال لك سابقين بس خذ انت اثنين، لو قال وجر بكل ما سبق يكون عند ذلك تاخذ كل ما سبق، يعني اذا كان لكن هو قصد اثنين عدا وخلا خلي من مين؟ اذا لم يدخل عليهما ما فإنه يجر مع جواز النصب، وإذا دخل عليه ما وجب، ما وجب النصب وقد يلد الجر. شيخ وانجرار قد يلد، وانجرار قد يلد فيما دخل عليه ما 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 خلا ما عدا. يعني هذا انجرار ما معنى انجرار؟ الجر يعني الجر ممكن يكون بعد ما دخل عليه ما وبعد ما انصب طبعا وبعد ما انصب صح؟ واجب. ما انصبتين ما خلا زيدا، جاء القوم ما خلا زيدا مع دعم، لكن قد يلد الجر أحيانا. شيخ الأصل في عدا وخلا هو النصب أم الجر؟ إيش؟ لأنه قال فأستثني بناصب بليس وخلا وبعدا كذا كذا، ثم قال في الأخير وجرور بسابق يكون إن ترد، يعني إشارة إلى الجواز. إيه لا قلنا إن شئت يعني إذا جررت به ما فهما حرفا جر، وإذا نصبت به ما فهما فعلا، وهذا أشار إليه في البيت الآخر، وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان. أصفهما النصب أما هذا يصف وهذا يصف، لكن إذا دخلت عليهما ما وجب النصب لأنه يعني دليل فعلية فعلية كونهما فعلين، كونهما فعلين، ولكن مع ذلك أجاز بعضهم الجر، لكن الأشهر هو النصب. واضح؟ ثم وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، وكخلا حاشا ولا تصحبهما، وقيل حاشا وحشا فهما يعني حاشا كخلا لكن لا تدخل عليها ما، فتقول جاء القوم حاشا زيدا وحاشا زيد، وفي لغة دون مد حاشا
نقلت هذه أيضا. واضح؟ يعني حاشا وأيضا بدون ألف حاشا حاشا. فصار فيها ثلاث لغات، حاشا وحاشا وحشا. شيخ يعني حاشا إذا كان سبقتها الميم إيه؟ لا يجوز الجر، لا تدخل عليها الميم، لا تدخل حاشا، لا تدخل عليها الميم، لا تصحبها، ليس كخالة وعدة، لا سمع عند العرب هذا. انتهى؟ طيب نرجع إلى الأبيات الثلاث فقط نعيد الكلام عليها. فيما إذا كررت إلا ولم يقصد بها التوكيد وإنما كان فيها قصد الاستثناء. إذا كان القصد، إذا كانت إلا مفرغة فقلنا ينصب كل ما بعدها ولا يتعين واحد لشغل العامل السابق. واضح؟ لا قلنا إذا ماذا؟ إذا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالكاب العامل دا في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مبين. ها يعني إذا كان فرغت شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي، وهذا الواحد قال لا يتعين، ها قد يكون الأول أو غيره. واضح؟ فأيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي، هذا إذا كان الاستثناء مفرغا. تقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، وإن شئت قلت ما قام إلا زيد إلا بكرا إلا عمر، المهم تنصب واحد. واضح؟ إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا مثال، لا واحد بس الأول ولا إلا. ليس الأول، ما شئت. إلا أول زيد أول. إلا عمرا إلا بكرا، بكرا مثلا يكون الأول الثاني الثالث، مهم واحد. قال دع في واحد فقط وليس معين. طيب ودون تفريغ، إذا كان الاستثناء غير مفرغ فإما أن تتقدم المستثنيات وإما أن تتأخر مستثنى. فإذا تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب. قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، أو ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا قوم، ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، هذا معناه دون تفريغ مع التقدم. طيب أما إذا لم يكن الاستثناء مفرغ، لم يكن مفرغا وتأخرت المستثنيات عن المستثنى منه، فعندنا حالتان: إما أن يكون الكلام موجبا وإما أن يكون غير موجب. أي ماذا؟ فإن كان موجبا وجب نصب الجميع، وجب نصب الجميع. تقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. أما إذا كان غير موجب فيعامل واحد منها فقط بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء، فيكون مبدلا مما سبق. ولهذا قال وانصب لتأخير، وانصب لتأخير، هذا إذا كان موجب. طيب إذا كان غير موجب وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو، أشار إلى أنه إذا كان منفيا بالمثال تأتي بواحد منها ماذا؟ مبدل مما قبله، مبدل مما قبله، أو تأتي به منصوبا وهو قليل، والأكثر على أن تأتي به مبدل مما قبله ويصح أن تنصبه. وأما الباقي فيجب نصبه، أنا قلت جواز الرفع، لا يجب نصبه. فتقول في المنفي ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا إلا عليا، ويصح ما قام إلا، ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، هذا في المنفي. في المنفي الأول يكون مبدل مما سبق والباقي منصوب، ويجوز نصب الأول
ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. ويصح ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. واضح؟ تمام؟ أن يوفق بعض الأوجه في وجه إذا كان مفرغا. كيف؟ يوافق. نعم. نعم. يعني قلنا إذا كان مفرغا ماذا؟ تنصب تتبع الأول وتنصب الباقي. وتنصب الباقي. وهنا يوافق. هذا كان هذا الوجه. هذا نعم. هو المختار. واضح؟ هذا معنى وانصب لتأخير، أي ينصب كل المستثنيات إذا تأخرت المستثنى منه وكان الكلام موجبا. وأما إن كان غير موجب فواحد منها يكون معربا بما يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وينصب الباقي، ويجوز نصب الجميع. وهذا معنى ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول، أي ما تكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من أن يكون من الدخول والخروج. تقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا فقد أخرجت الجميع، وتقول ما قام القوم إلا زيدا إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا فيكون الجميع داخلون في الاستثناء. وأيضا قوله ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. واضح؟ هذا في تكرر إلا غير التوكيد، إما أن يكون كلام مفرغ أو غير مفرغ. إذا كان مفرغ تتبع الأول وتنصب الباقي، وإذا كان غير مفرغ فإذا تقدمت المستثنى منه وجب نصب الجميع، إذا تأخرت فإن كان واجب كلام موجبا وجب نصب الجميع، إذا كان غير موجب أي منفي تتبع الأول وتنصب الجميع، ويجوز نصب الكل. واضح؟ طيب الشرح نقرأه بالتصحيح.